مسلسل ذات ليلة بلش على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI، ومعه بيكون بلش موسم المسلسلات الشتوي بالصيفية اللي قطعت، وخاصة بشهر رمضان المبارك كثير من المسلسلات عرضت على كثير من الشاشات. الخبر بيقول انه حوالي 50 مليون دولار انعملت لإنتاج مسلسلات بشهر رمضان المبارك لنقل الواقع. هيدي كانت الجملة، لنقل الواقع، مع انه ماني عارف وين الواقع، بانه الام تكون مصريه والبي سوري الولد يطلع لبناني. صراحه ماني عارف شو الواقع بالمسلسلات اللي عم يندفع عليها ملايين. وين الواقع اذا ولا مسلسل في عشق السير؟ بدي اقول لها، بيقول لها الو انا 5 دقائق بكون عندك، مسافه الطريق بوصل. 5 دقائق بفوت؟ لحظه، انت من اي طريق جيت؟ من الدوره؟ بدك 3 ساعات من الدوره للكارنتينا. من طريق المطار بدك 5 ساعات على حواجز حزب الله. هيدي النكته كتبها جاد مش انا. وين الواقع؟ ما وين الواقع اذا ولا مسلسل بتنقطع فيه الكهرباء؟ ما شفت مسلسل بتنقطع فيه الكهرباء، واذا انقطعت وطولت. سوري يا جماعه بس ما بالعاده تطول الكهرباء اكثر من هيك. ما بالعاده تطول اكثر من هيك؟ عابد فهد سوري وين فكر حالك؟ لا عن جد وين مفكر؟ لحظة، في محل واحد بس ما بتنقطع فيه الكهرباء بلبنان، بزحلة، وباقي المطارح دائما بتنقطع الكهرباء. يعني إذا أنت حتى ما خبرك عن لبنان، نسير الكهرباء. الترويقة، الترويقة بالمسلسلات ما لها علاقة بالواقع. 70% من الشعب اللبناني شو بيتروق؟ شو؟ منقوشي. منقوشي. بحياتي ما شفت منقوشي بالمسلسلات، بحياتي ما شفت حدا عم بياكل منقوشه. لك حتى الفقير بالمسلسلات بيطرق لك سفره على رمرميه. خي لا، وين المنقوشه؟ وين الزعتر عم بيهرهر على كارلوس عزار؟ وين الجبنه عم بتشلخ من ميل لميل بايد نادين الراسه؟ نادين نجام، انت من شو خايفه؟ من الزعتر؟ خايفه يعلق الزعتر على اسنانك؟ تعالي اقول لك شغله، اللي بيقبل فيكي بزعتر على اسنانك بين تايم حسن ويوسف الخال هو اللي لازم تتجوزيه اصلا. وما تفوتي لي فيها انتاجات ضخمه وما اغاني لمروان قوري، خلص من اول حلقه اللي بيقبل فيك بزعتر فوتي فيها على الاخر. المستشفيات بالدراما، المستشفيات بالدراما ما لها علاقه بالواقع، ما خاصه بالواقع. بينصاب الممثل من هون دغري على المستشفى، لا حدا بيساله تامين او كاش، لا حدا بيساله ضمان او تعاونيه موظفين، دغري. ضروري نعرف وين هالمستشفى. لا هيك معامله صراحه مش صايره بولا مستشفى قبل، انا مش شايفها بحياتي. لا وبعضهم بيقولوا لك الممثلين عم بيموتوا على ابواب المستشفيات. ليش عندك المدارس؟ شوف المدارس انت بالمسلسلات، المدارس بالمسلسلات مدرسه رسميه، انسى، ما حدا بحط ابنه بمدرسه رسميه. يعني كله ببلش لويس فاجمان وطلوع. يعني واذا بده يسيرك، يعني يقول انه مدرسه قصتها 5000 دولار 4000 دولار 3000 دولار انه انطونية. مدرسة الاولاد بعيدة بالانطونية. انطونية بتعرفيها؟ اكيد بعرفها، مين ما بيعرف الانطونية؟ بس ولو انه مسلسل انتاج ضخم ودافعين عليها هالقد وتحطي اولادك بالانطونية، روحي حطيهم اي سي، حطيهم سقف، حطيهم شي محل تدفع عليهم بلاوي، المنتج عطيكي حطي، لشو انطونية ما انطونية؟ في شغلة كمان بالدراما كمان مش واقعية، هي آخر شغلة بس بتكبر القلب، هاي صراحة بتكبر القلب كتير 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 كتير. الدرك بالدراما، شايف الدرك بالدراما أنت؟ الله الله على المؤسسات، الله على الدولة القوية، الله على القانون. الدرك بالمسلسلات فارضين وهرتهم على الاخر، مين بيسترجي يقول لهم شيء؟ هونيك ما في منا واحد مع واسطه، واحد مش عارف حالك مع مين عم تحكي. الدرك بالدراما بيضرب بايد من حديد. ايوه بيضرب بايد من حديد، برافو عليك. على المخبر ما حدا بيسترجي يحكي شو ما كان، لبناني مش لبناني، بيلقط صوره، بيلقطوا صوره بالمسلسلات، صوره مع النظام وما بيتدخل حزب الله، وصوره مع المعارضه واشرف ريفي ولا بيطلعوا. درك بيضرب ضربته بالمسلسلات. والاحتمال الثالث انه ممكن تكون انقتلت. كانك عم بتوجه اتهام كمشت عابد فهد. وما حدا تدخل عادي قطعت، يعني قطعت هيدا
لا وين حلو الدرك؟ الو مدري شو صار، جريمة قتل، بدقوا للدرك، بيسكروا التليفون، درك فايت من الباب. يا جماعة لحظة، بالواقع الدرك اصلا اذا اجا بيجي باخر حلقة. يا ريت الدرك هيك بالحقيقة عن جد، يا ريت. قديش كانت الدولة؟ شو هيدا؟ زبط؟ حطولي زبط على السيارة؟ وجايب لي ايه مدير مسرح انت بكل ثقة؟ بس يعني بعدين انا صفيت بمحل ممنوع، لانه حسب ما بحضر بالمسلسلات النجوم فوق القانون، ما حدا بيلتزم بالقانون اصلا. الو كيفك ميرا؟ عم بتسوقي شيء؟ ايه حبيبي عم سوق، بدك شيء؟ اسمعي حياتي، خطرت على بالي فكرة. ايه حبيبي، ايه عم سوق وعم بحكي على التليفون ومثل اجر القانون. هيدا كان موضوع الدراما اللبنانية وانتاج المسلسلات القريبة من الواقع. لا اكيد عم نمزح وما حدا من اصدقائنا الممثلين رح يزعل.